طيب، فيما يتعلق بالإساءة للإسلام، إيلون ماسك ملك تويتر الآن يتحدث ويقوم بنشر صورة تعبيرية عن أن هذه الأفكار هي تحاول غسيل العقول بالنسبة للعالم أجمع، وقام بنشر عالم المثليين وعليه الهلال في إشارة للإسلام، وقام بنشر بعض من الأشياء والشعارات الأخرى على غرار الشيوعية الهولوكوست. بماذا تعلق على هذه الإساءة التي أتت من إيلون ماسك أحد أثرياء العالم تجاه الإسلام والمسلمين بهذا الشكل؟ أولا، نحن نعلم أن أغلب الأثرياء، حتى لا نحشرهم كلهم في سلة واحدة، أغلب الأثرياء في العالم كامل هم لوبي تتحكم فيهم الصهيونية، وهي المتغطرسة، والذي هي أصلا من اليهودية، لكن أيضا اليهود ليسوا على وتيرة واحدة، فهناك من اليهود ونشاهدهم عبر الشاشات في تل أبيب يتظاهرون ضد إسرائيل التي تعتدي على فلسطين أو على الفلسطينيين، ولكن الصهيونية هذه هي أخطر، هذه لوبيات التي تتحكم في الأعلام والتي هي تتحكم في المال هي والتعليم، هي التي تفعل هذه الأشياء. يعني بالواضح بالمكشوف نحن نفرض هذا ونقول غصبا عنكم هذا صحيح، وأما الآخرون فغير ليسوا على صواب وغير معناها مقتنعين بما يقدمونه، وإنما هم يريدون، من الذي يدفع الأموال ويتحكم؟ هو الذي يريد غسل العقول أم الذي ليس لديه شيء وإنما مجرد الكلمة؟ إذا كان هذا صادق ومن على شكلته، فلنترك المال ولا نستعمل المال ولا نستعمل السياسة ولا نستعمل الإعلام إلا في حالة واحدة، وهي أن نأتي بالمناظرات من أجل أن نعرف هل الحقيقة معك أم معي، فإذا ما اتضحت الحقيقة معك وجب علي أن أساندك وأضعف الإيمان ألا أقف ضدك، وإذا كانت الحقيقة والدين الحق هو معي فوجب عليك أن تساندني وأضعف الإيمان ألا تقف ضدي. أما هؤلاء ليس لهم من الأدلة والبراهين الساطعة التي تعطي الحق ويشع نوره.